لما نتكلم عن أوضاع العيد نسأل حالنا من جد، يعني بأي حال عدت يا عيد؟ في لبنان يحل عيد الأضحى في خلال هذه الفترة في ظروف استثنائية، أزمة صحية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية. الحكومة قررت أنها تعمل إغلاق تام للبلاد خلال فترة العيد، حتى الشوارع كانت مهجورة، لا مظاهر أمل فيها ولا فرح. تعتير، أكثر من التعتير، العالم جوعانة، حتى الدجاجة ما معهم يضحوا فيها أساسا. هيدا الحكاية عنا بالبلد، ما في عيد، انسى عيد. العيد بس تكون عالم عم تشتغل عم تطلع مصاري، هذا هو العيد. أنا مع التذكير ولو في عيد. ليه؟ لأنه في جائحة خطرة بدي ابتعد مما حدث بأوروبا، بدول أوروبا، بإيطاليا، ببلجيكا، بفرنسا. لا يسكروا حتى يحافظوا على صحتنا شوي، يعني برأيي. لا ما هيك نحن مصاري ما عندنا، ما حفينا نروح لا دهرات ولا مسابح ولا مطاعم ولا شيء، لا بنقعد ببيوتنا. بتمنى شغلة يبعثوا لنا الكهرباء لأنه حنقعد بالبيت، هذه أهم شيء. يعني كورونا وكهرباء ما فيه وشغل ما فيه واقتصاد ما فيه، يعني اتبلت من جميع النواحي. إذا بدك تقعدي بالبيت وكهرباء ما فيه، كيف بدك تقعدي؟ لا برات فيه، لا مكيف فيه، لا يعني بدي اقول لك مثل صبر ايوب عم يصيبنا نحن بلبنان هون. الافضل اذا بيتسكر المطار كمان بيكون افضل، يعني لحاله تسكير البلد ما بيقدم وبيأخر، حيرجع يفتحوا بعد كم يوم يرجع يسكروا، يعني ما كثير له عازه. من الاصل ما عرفت تتصرف هالحكومه، فشل ذريع بكل شيء، دنيا شوب، لا كهرباء لا مي لا موتورات، بلد فساد، بلد مافيات كلها. الله يعيننا.